ماشي، نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هنا أول سؤال بيقول لنا إن الماجنت ماشي موف أواي، تمام؟ موف أواي يعني ماشي ناحية اليمين، عشان هو يعني موف أواي أكيد عن الرسمة يعني، فهو ماشي ناحية اليمين كده. طيب معنى كده إن الكويل دوت شايف إن الماجنت بيبعد عنه، فهو هيبقى عايز يقربه. طيب دلوقتي النورث دوت هو اللي قريب منه وهو بيبعد، فأنا عشان أقربه هعمل إيه؟ هعمل عكسه عشان يحصل أتراكشن، فهعمل هنا إيه؟ ساوث. والطبيعي إن هيبقى الناحية التانية أكيد في نورث. بعد كده اجي بامبير رايت هاند رول، احط صباعي مع النورث، اهوت صباعي اهوت في اتجاه النورث، هلاقي ان الكرنت ماشي في الاتجاه لفوق. طيب واضح قوي ان الكرنت في السيركت نفسها ماشي لتحت، فانا الديوزد كرنت ماشي عكسه لفوق، فكده اكيد الريدنج بتاع الاميتر هيقل عشان هما ماشيين عكس بعض، عشان حصل اندكشن وكان ماشي عكس الكرنت اللي ماشي بسبب البطارية. ولو الصورة مش باينة يعني ممكن نجيب الايد ديت، اهو صباعي مع النورس، هلاقي ان الكرنت الانديوزد لفوق، بقيت صوابعي مشاور لفوق. بص يا غالي، ركز كده ايه في الاسئله دي عشان دي دايركشنز وكده، فاسئله الدايركشنز بتبقى رخمه يعني. انت بيقول لك هنا ان انت عندك لونج ستريت واير كارينج، المفروض هنا في كرنت اشون ان ذا فيجر، ماشي، تو ميتاليك رينجز يعني اتنين كويل يعني بيمشوا في الاتجاهات يعني اللي هو موضحها ديت هنا، الفي ديت اللي هي الفلوس يعني بتاعته، هي يعني هو ماشي في الرينج ايه دوت ماشي لفوق والرينج بي دوت ماشي يمين. طيب احنا قانون الاندكشن عندنا بيساوي الاي ام اف انديوزد هتساوي نيجاتيف ان دلتا فاي، دلتا فاي على دلتا تي، ماشي. فانا يهمني ايه دلتا فاي على دلتا تي؟ عشان يحصل اندكشن لازم يبقى في تغير في الفيلد يعني او في الفلكس لاينز او كده. طيب انا بامبير رايت هاند رول هجيب كده هنا، وهلاقي ان الواير دوت هو صباعي مع الواير، هلاقي ان هنا بيحط لي اكسات وهنا بيحط لي دوتس، تمام؟ ماشي، نشيل عم امبير دوت، خلاص مش محتاجين. هندرس مثلا او هنشوف ايه اللي بيحصل للواير ايه دوت الاول. دلوقتي هنا انت عارف ان دوت سوري مش الواير، الرينج ايه، ونشوف ايه اللي بيحصل للرينج ايه الاول ده. طيب انت عارف ان هنا في واير، تمام؟ فالواير دوت قلنا هنا بيقول يعني بيدخل بي انتو ذا بيج وهنا اوت اوف ذا بيج، عملناها بامبير رايت هاند رول، ماشي. ايه دوت ماشي في الاتجاه اللي فوق دوت، مش هو الاتجاه اللي فوق دوت يعني، هنا لو عندي نقطه هنا هتبقى نقطه قدها، وفوق برضو شويه هتبقى نقطه قدها، وهكذا يعني. هل هنا في تغير؟ هنا مثلا الاي دوت في الحته ديت بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن حاجه ما بتتغيرش طول ما انت طالع لفوق، عشان هو الرينج دوت ماشي لفوق، تمام؟ لكن لو مثلا كان ماشي ناحيه الشمال كده كان هيبقى في تغير، عشان كل ما بنبعد عن الواير ده هتلاقي النقط ديت عماله تقل كده، تفضل حاجات تفضل تصغر كل ما نبعد شويه عن الواير. بس هو الحقيقه ان هو قايل لك ان هو ماشي لفوق، فماشي لفوق ديت يبقى هو ما بيحصلش دلتا فاي على دلتا تي، فكده ما فيش اندكشن في الرينج ايه دوت، فهي هتبقى يا سي يا دي. طيب حلو، استبعدنا اجابتين، ماشي. نشوف بقى ايه الواير بي دوت. طيب الواير بي دوت ماشي في الاتجاه دوت، ماشي في الاتجاه دوت، هتلاقي هنا اكس كبيرة، بعد كده مثلا اكس اصغر شوية، بعد كده اكس اصغر، وهكذا بيفضل يقل عشان احنا بنبعد عن الواير دوت، صح كده؟ الواير اللي ماشي فيه الكرنت لفوق، فاحنا جبنا ان هو اكس اصلا، والاكسات دي بتفضل تقل طول ما احنا ماشيين في الاتجاه دوت، فهو ماشي في اتجاه الالان. معنى ان هو ماشي في اتجاه الالان دوت ان هو في دلتا فاي على دلتا تي، فكده في انديوسد اي ام اف. طيب كده انا عرفت ان في انديوسد اي ام اف، احدد بقى اتجاهه ازاي؟ مش انا عندي اكسات هنا؟ طيب انا لو جبت ماجنت كده النورس بتاعه هحطه لفوق، يعني هحطه فوق الورقه، تمام؟ هو طبعا بيطلع الماجنتيك فيلد من هنا كده يدخل في الورقه، تمام؟ يعني هو تخيل ان الماجنت ده حضرتك حاطط مقرب النورس من الرينج ده، والرينج ده بيبعد عنه، يعني هو ماشي في اتجاه الاعلان. يعني انا طبعا جبت الماجنت دوت عشان اقول لك ان هو بيمثل الاكسات، يعني هو كده مدخل عليه اكسات هنا، تمام؟ زي الواير بالظبط يعني، انا بس عشان مش عارف احسبها من الواير يعني، طبعا ليها طريقه يعني بس مش مهم. فاحنا بنتخيل ان في ماجنت فوق الورقه وداخل في الرينج اللي اسمه بي دوت. طيب داخل في الرينج اللي اسمه بي، والرينج اللي اسمه بي دوت بيبعد عنه، فانا كده عندي هنا نورس وببعد عنه، الرينج ده بيبعد عنه. طيب فهو طبعا هيحصل اندكشن، هيبقى عايز يقربه، فقربه يعمل ايه؟ يعمل ساوث. طيب هنا ادام عندنا احنا قلنا ان احنا هنعمل ساوث هنا، طيب الساوث دوت على طول بيوازي ان هو كلوك وايز. طيب ليه؟ عشان الانتي، عشان النورس بيساوي انتي كلوك وايز، افتكروها كده يعني، الانتي هنا في ان وهنا ان، فالنورس بايه بيطلع لنا انتي، يعني الاندكشن لو حصل ان هو عايز يعمل نورس، فلو انا باصص له كده هيقوم عامل انتي كلوك وايز. طيب حصل ان هو عايز يعمل ساوث زي هنا في السؤال، هيحصل ان انا هتبقى كلوك وايز.
طبعا تقدر تجيبها بامبير رايت هاند رول يعني عادي، ان انت لو مثلا عندك اهو واير والنورس اهو، فانت صباعك هيبقى باصص ناحيتك تمام، وهتلاقي بقيه صباعك بتلف كده. انا مش عارف اجيب لك صوره طبعا تعمل ده، فهتلاقي ايه انتي كلوك وايز. طيب لو ساوس، احنا ما بنتعاملش بالساوس، احنا هنشوف ان في ورا نورس تمام، فانا ايه هتبقى صباعي داخل في البيج تمام، داخل في البيج دوت بايدي اليمين، هلاقي بقيه صوابعي بتلف كده اللي هو ايه كلوك وايز. ممكن يعني تحفظها وخلاص يعني، لو ما فهمتش يعني بامبريت هاند رول، هي يعني لازم ابقى شايفك على الحقيقه عشان اقولها لك يعني. فهي لو ساوس بتبقى كلوك وايز، لو ان اللي هو نورس هتبقى انتي كلوك وايز. هنا بيقول لك ان انت عندك 2 ميتاليك رينجز ار ايبل تو سلايد. طيب ار ايبل تو سلايد ديت يعني هم محطوطين على الشيء دوت اللي هو سلايدر مثلا، وبيقدروا يتحركوا يمين وشمال، ودوت برضو بيتحرك يمين وشمال. حلو قوي. انت كده دلوقتي عندك بقى الماجنت دوت، انت بتحركه في الدايركشن ده اللي هو ناحية الشمال يعني. فبندرس مثلا الرينج بي الاول، عندك هنا نورث وبيقرب للكويل دوت، فهيبقى الكويل ده عايز يبعده، فهيبقى عايز يبعده هيعمل ايه؟ هيعمل نورث زيه. طيب ندرس ايه بقى هنا؟ عندك ساوس وبيبعد، فهو هيبقى عايز يقربه، فهيعمل ايه؟ هيعمل نورث عشان يحصل اتراكشن. طيب حلو قوي الكلام ده. انت كده دلوقتي عندك نورث مع نورث وساوس مع نورث. النورث مع نورث ده عامل زي علاقتك كده بالمنهج، انت بتجري وهو انت بتجري وراه وهو ايه بيجري منك ماشي. فانت من الاخر انت بتجري ناحية الشمال وهو بيجري منك، فهيجري ناحية الشمال برضه. لكن هنا بقى ده زي اي حاجة بتجري وراك كده، انت هنا في ساوس وهو هيعمل نورث، فهيبقى عايز يعني عايز يقاوم البعدان بتاعك دوت، فهيبقى عايز يقرب منك يعني، فعايز يقرب منك فهيجري برضو في اتجاهك يعني، هو هيحصل هنا اتراكشن فهيجري معاك في نفس الاتجاه، فكده كلهم ماشيين ناحية الشمال، فهتبقى الإجابة سي. شايف دي تاني إجابة سي يعني، وما مش هحط الفيديو خلاص يعني. والله أنا وأخويا الدون بنمر بفترة صعبة دلوقتي، عارف أصلا يعني إن أغلبكم يعني دلوقتي برضو يعني زي أنا والدون كده، بس يعني عامة يعني هي انا فاكر والله فتره الثالثه سنه بدات، وفاكر يعني كل وقت بيبقى عامل ازاي، والفتره اللي بتبقى قبل نص السنه دي بتبقى مرهقه كده، بس يعني افتكروا ان وانا بقول لنفسي كده يعني، اصلا قدامي عندي فاينل كمان اسبوعين تقريبا، ويعني نشتغل دلوقتي عشان ناخد اجازه نص السنه كده واحنا مرتاحين يعني، وكلنا محتاجين اجازه يعني، يعني اجازه نص السنه تتاخد اجازه يعني، فانت اشتغل دلوقتي عشان ايه اجازه نص السنه تبقى حاجه حلوه يعني، وربنا معاكم كلكم يعني شباب. هنا بيقول لك بقى ان انت عندك الكويل، عندك كويل فيه كارنت عشان فيه بطارية اهوت، واتنين ايدنتيكال ماجنتس بيتحركوا كل واحد في اتجاه. طبعا ايدنتيكال دي مهمة عشان هما يعني لو هيعملوا يعني لو ليهم تأثير فهما التأثير بتاعهم ايكوال يعني على الكويل ماشي. فهيقول لك الالومينيشن بتاعت اللمبة ديت هيحصل لها ايه لو هما الاتنين بيمشوا اواي فروم الكويل ماشي، يعني دوت رايح ناحية اليمين ودوت رايح ناحية الشمال. هنا انت السؤال دوت زي السؤال الاول بالظبط يعني، هنا انت بس هنا بس مش مديك اتجاه الكرنت في السيركت، لو هو طبعا هيطلع من البوستيف هيدخل هنا كده هيقوم منور اللمبة ديت، بعد كده يكمل كده كده فيكمل هنا لفوق، فيفضل بقى ايه لفوق كده طول ما هو ماشي. ماشي دلوقتي انت عندك هنا هندرس مثلا الماجنت دوت هنسميه ماجنت ايه وهنعمله بالازرق. هنا انت عندك الساوس بيبعد، طيب انا ككويل هبقى عايز اقرب، فهعمل ايه؟ هعمل نورث وهنا هعمل ساوس. طيب نيجي ندرس البي دوت ونعمله بالاحمر، هنا انت عندك ساوس برضو بيبعد، بس بيبعد بقى ناحية الشمال يعني، فانا ككويل عايز برضو اقربه عشان هو بيبعد، فهعمل نورث عشان اقرب، وبالطبيعية هعمل الناحية التانية ساوس. فلو لاحظتوا هتلاقوا ان هنا عندك هنا ده يعني واحد عمل نورس والتاني عمل ساوس، وهنا واحد عمل ساوس والتاني عمل نورس، فهم لغوا تأثير بعض، فمش هيحصل أي حاجة يعني. دلوقتي حصل مثلا induced current لتحت، وواحد من الناحية التانية بالظبط عمله لفوق، فكده هما الاتنين لغوا بعض، فهتبقى doesn't change. احنا هننام. نبدأ بقى في أسئلة ال devices. هنا بيقول لك ان انت عندك جالفانو، على فكرة السؤال ده بيتكرر كتير يعني، انت عندك جالفانو بيقول لك ان الريزيستنس بتاعته اسمها جي، يبقى انت الجالفانو الريزيستنس الجالفانو بجي. شنطة هنشنطه هنعمله بوصله بريزنت ريزيستنس شنط اسمها اس، فالار اس هتساوي اس تمام. دلوقتي بيقول لك ان الجهاز يعني الريزيستنس بتاعت والريزيستنس بقى بتاعت الاميتر، اللي هو انت عملت كان عندك جالفانو اديته شنط،
اتحول لاميتر، صح كده؟ هو فورم على اميتر. الاميتر دوت بقى الريزيستنس بتاعته اسمها ار. طيب هو عايز انهي جمله من دول بقى هي اللي صح؟ هل الجي هي اللي اقل ولا الاس هي اللي اقل من دوت وده اكبر من دوت، مش عارف ايه. فاحنا لازم ندرس العلاقه ما بين الجي والاس والار. تمام. دلوقتي انا عندي هنا اهو جالفانو، تمام، الريزيستنس بتاعته اسمها جي. طيب هوصل بيه شنط، هنفرض مثلا ارقام هنا، مثلا عندي 20، الشنط هنا هقول ان هي ب 10. تمام. لما الشنطة تبقى ب 10 كده، انا ممكن اقول ان الجي مثلا الشنطة دايما بتبقى اصغر من الجي، بس هل انا لو عملت مثلا جلفانو كده ما اقدرش اخلي الريزيستنس ديت برضه تفضل 20 واحط شنطة تانية ب 20؟ يعني ممكن الشنطة تبقى قد الريزيستنس، وساعتها يعني التوتال كارنت لو حسبته الاي ماكسيموم هتلاقيها 2 اي جي. تمام. هنا هتلاقيها يعني دوت هنا ماشي اي جي، اي جي ماشي في الاتجاه ده، هنا دوت نفس الفولت طبعا عشان هم متوصلين برل، ف 10 في 2 اي جي هتديك نفس ال 20 في الاي جي، فهنا ماشي 2 اي جي واي جي، فهتبقى هنا 3 مثلا اي جي. فانا ايه يعني الشنطه هيت زودت لي الرينج بتاع الجلفين كان ماشي في اي جي، بقى يقدر يمشي في الجهاز الجديد يعني الاميتر دوت بقى يمشي 3 اي جي. طيب هنا الشنطه ديت برضو اللي هي قد باي ذا واي قد الريزيستنس بتاعت الجلفانو طلعت لي برضو وزودت لي الرينج، فهي كده ممكن تبقى قد. فانا ما اقدرش ادرس العلاقه ما بين الريزيستنس ديت والريزيستنس دي دايركت كده عشان ممكن تبقى قد. طيب انا هستعين بمعلومه من شابتر 1. انا دلوقتي لو عندي ريزيستنس كده وريزيستنس كده، دي مثلا ب 10 وده ب 10، الار ايكويفالنت بتاعتهم بكام؟ هتلاقيها ب 5. يعني هتحسب التايمز بتاعهم على الجمع بتاعهم السميشن بتاعهم هيطلع لك 5. تمام. الخمسة دي هنلاحظ ان هي ايه، اصغر من ال10 واصغر من ال10 التانية، يعني اصغر من كل واحدة فيهم. وجرب اي رقم، يعني جرب مثلا 1 مع مليون، هتلاقي الار ايكويفالنت اللي طلعت هتبقى اقل من الواحد، وطبعا بالتبعية هتبقى اقل من المليون عشان يعني هي اقل من الواحد فاكيد اقل من المليون. فمعنى كده ان انا لما يبقى عندي جهاز كده الريزيستنس بتاعته بقى كلها على بعض اللي هو مسميها هنا الاميتر هتبقى الريزيستنس بتاعته ار، مش هي ايكويفالنت الاتنين بارل للريزيستنس، خلاص يبقى انا كده هتبقى طبعا اقل من كل واحده فيهم. فالمعلومه الاصح هنا اللي هي ايه، سي ديت، ماشي، ان هي الار هتبقى اصغر من الجي والاس. هنا بيقول لك ان انت عندك 2 جلفانو، واحد اسمه ايه والتاني اسمه بي. ال require 3 ملي امبير and 5 ملي امبير respectively to produce the same deflection. معناه ايه الكلام ده؟ ان انا لو عندي ادي الجلفانو ايه، تمام، وادي الجلفانو بي، نقول مثلا ان هما هيدفلكتوا لحد النص كده ودوت هيدفلكت لحد النص، يعني هما عمل له حصل لهم نفس الدفلكشن اهوت، دوت بيحصل له الدفلكشن يعني نفس الدفلكشن بتاع التاني، دوت عند 3 ملي امبير دوت عند 5 ملي امبير. طيب مين فيهم بقى اللي حساس اكتر؟ عشان تفهم يعني كونسبت الحساسية دوت، يعني ممكن نجيب ايه الولد والبنت الجمال دول عشان تفهم الكونسبت. يعني بص احنا عندنا مثلا هنا الاب، تمام، الاب هيقول 3 كلمات لبنته بالظبط هتلاقيها عيطت، الولد بقى هيقول له بتاع 5 6 10، فاهم، هيفضل يشتم فيه الصبح وايه يعني يا دوبك بقى ايه ممكن يعني يتأثر سيكا. فديت كده هي اللي ايه مور سنسيتيف، فالسنسيتيفيتي بتتقاس بكده ان انا عملت حاجة بسيطة اللي هو هنا مثلا 3 وهنا مثلا ايه 5 للولد، وعملوا نفس التأثير او تأثير يعني اللي بيحصل فيه تأثير كبير من حاجة بسيطة. فدوت هنا اللي حصل بالظبط، ان انا هنا عندي 3 امبير او 3 ملي امبير للجلفانو ايه، عملوا فيه نفس اللي الخمسة بتعمله في البي، فكده اكيد الجلفانو ايه دوت هو اللي مور سنسيتيف. او ممكن يعني الاكزامبل بتاع الولد والبنت ما يبقاش واضح قوي، يعني خلي الولد دوت اعتبره بنت بس، دوت ايه ديت بنت سترونج اندبندنت وديت بنت مش سترونج عادي. فديت هتاخد 3 كلمات هت ايه هتعيط، ديت هتاخد 5 هتعيط برضو يعني، بس يعني نفس التأثير جه من هنا من 3 هنا من 5. فبس يعني طيب نجرب بقى نعمل الكلام دوت بالقوانين. بس كنت عايز افهمك يعني كونسبت السنسيتيفيتي معناها ايه، يعني ان انا بدي للجلفانو حاجه بسيطه بلاقي الديفليكشن حصل حاجه كبيره يعني. ماشي، احنا عندنا نحلها ازاي بقى بالقوانين؟ هنجيب السنسيتيفيتي بتاعت ايه على السنسيتيفيتي بتاعت بي. احنا عندنا قانون السنسيتيفيتي عامه عباره عن سيتا على اي، فهي تبقى سيتا على اي ايه وسيتا على اي بي. السيتا ديت هي عشان هو بيقول لك نفس الديفليكشن، فالقانون بقى عباره عن اي بي على اي ايه.
طيب اي بي ديت الكرنت اللي عمل لنا نفس الديفليكشن دوت كان 5 مللي امبير، وال اي اي دوت كان 3 مللي امبير. طيب 5 على 3 دوت يعني رقم فوق الواحد، يعني 1 بوينت حاجة. يعني هتلاقوا ان 5 على 3 ديت عبارة عن 1.67. تمام، فكده نعمل بقى كروس مالتيبليكيشن، نلاقي ان سنسيتيفيتي ايه هتساوي 1.67 من سنسيتيفيتي بي، فكده اكيد سنسيتيفيتي ايه هي الاكبر، عشان هي يعني مثلا نقول ان هي 2 من سنسيتيفيتي بي، فكده سنسيتيفيتي ايه هي الاكبر من بي. هنا بقى بيقول لك سؤال على الاوميتر، ان انت عندك اكسترنال ريزيستنس اسمها ار اكس اتوصلت ما بين طرفين الاوميتر، الديفليكشن حصل للربع السكيل. تمام، فكده الار اكس ديت بكام؟ هنا طبعا الاوميتر دوت سؤال سهل خالص، احنا عندنا بنقول بيفور كونكتنج وافتر كونكتنج. بيفور بيبقى عندنا الكرنت اللي ماشي في الدايره عباره عن اي جي، اعلى كرنت بيستحمله، لكن انا لما بزود ريزيستنس الكرنت ده بيقل. طيب بيفور كونكتنج ار كونكتنج ار اكس، هلاقي ان الاي جي ديت كانت عباره عن ايه، عن البطاريه على التوتال ريزيستنس. التوتال ريزيستنس ديت اللي اسمها ايه، الار ديفايس. الار ديفايس هنا هو مسميها ان الاوميتر عنده ريزيستنس اسمها ار، فانا هحطها ار زي ما هو قايل. طيب تاني خطوه بقى بيبقى افتر كونكتنج. افتر كونكتنج ديت انا زودت ريزيستنس فالكرنت قل، فهذه الاي الجديده اللي هي هو قال ان هي ربع السكيل، فهي يعني كانت اي جي بقت اي جي على 4. اي جي على 4 هتساوي نفس، هتساوي بقى ايه، الفي بي اللي هي الفولتج على التوتال ريزيستنس اللي موجوده، اللي هي ايه الديفايس ذات نفسه والار اكس اللي انا عايز احسبها او اللي انا ضفتها وعايز احسبها. طيب انا ممكن اجيب الشكل دوت كده واعوض بيه هنا، مش ديت هو هو اي جي. طيب ماشي، يبقى ال في بي على 4 ار، انا جبت بس ده وحطيته هنا، هتساوي الناحية بقى اليمين ديت في بي على ار زائد ار اكس. ماشي، ال في بي راحت مع ال في بي، يبقى اللي تحت دوت بيساوي بعض، يبقى 4 ار هتساوي ار زائد ار اكس، يبقى ال ار اكس هتساوي ايه، 3 ار. هودي ال ار ديت بالماينس فهتبقى سي تالت. يا رب. بص يا سيدي، هنا بيقول لك ان انت عندك جالفانو الريزيستنس بتاعته ب 54، يبقى ديت ايه الار جي، الار جي بتساوي 54، واتعمل له يعني حطينا له شنط، او ايه الشنط اللي نحطها عشان السنسيتيفيتي بتاعته تبقى ب 0.1. عامة قانون السنسيتيفيتي بيبقى عبارة عن سيتا على اي، الاي جي يعني لو هو جالفانو، بس احنا مش هنستخدم القانون دوت عشان مفيش سيتا ولا حاجة يعني، بس احنا ايه هنستخدم قانون تاني كده ليه، سنسيتيفيتي الاميتر بقى بتساوي ايه، اي جي على ار. عامة يعني القانون ده جاي من القانون ده اصلا، يعني انت بتقسم، يعني بتقسم سيتا على اي على سيتا على اي جي، فبيطلع لك المنظر ده يعني. المهم ان احنا عندنا السنسيتيفيتي دي بتساوي 0.1، فاحنا نقدر نتوصل ان الاي جي بتساوي 0.1 من الكرنت توتال. حلو قوي. هو بقى عايز الار اس، الار اس قانونها عبارة عن ايه، عن اي جي ار جي على اي ناقص اي جي. طيب اعوض بقى بالجيفن اللي هو مدوني دوت مكان كل اي جي بال 0.1 اي، فتبقى 0.1 اي في الار جي اللي هو مداني ب 54 على اي ناقص اي جي اللي هي عندي اي ناقص 0.1 من الاي، عشان اشيل كل اي جي اهيت، ديت هشيلها وديت برضه هشيلها. هتشوف ده كده يعني الترم اللي فوق ده على الترم اللي تحت على الكالكوليتر هيطلع لك 6، هتبقى الإجابة بي. هنا بيقول لك إن أنت عندك شنط جديدة معمولة من الأيرون. تمام، هنبدلها، هنبدل بيها القديمة اللي معمولة من الكبر، يعني أنا من أيرون هحول لكبر. طيب اللي يهمني في دول، هل الشنط الجديدة ديت اللي هي بتاعة الأيرون أكبر ولا أصغر من الكبر؟ أنت كان عندك الريزيستنس بتساوي رو إي إل على إيه. هنا بيقول لك إن الدايمنشنز هي هي، فده كده ثابت وده كده ثابت، فالريزستيفيتي هي اللي بتحكم الموضوع، وانت لازم يبقى عندك يعني معلومة ان الكبر ده اقل ريزستيفيتي، فكده الار يعني طبعا، فكده الايرن هيبقى اعلى منه، فكده الار بتاعت الايرن اكبر من الار بتاعت الكبر، صح كده؟ وهو بصراحة يعني الكبر مش أقل حاجة، يعني في السيلفر أقل منه، بس احنا يعني انت المعلومة اللي عندك ان الكبر ده أقل حاجة، عشان هو يعني هو اللي بيستخدم في الأسلاك وكده يعني، وطبعا ما نقدرش نستخدم السيلفر، يعني مش هنستخدم فضة في أسلاك يعني، فهيبقى مكلف جدا.
طيب عايزين بقى ندرس علاقة الشنط، يعني دول دي شنطة جديدة مصنوعة من الأير اتحطت مكان الشنطة القديمة اللي مصنوعة من الكبر. عايزين ندرس العلاقة ما بينها وما بين الرينج. طيب هنعملها ازاي؟ بص يا سيدي، أنا ممكن أعمل لك جهازين كده، يعني جلفان وحوله الأميتر وهنشوف العلاقة، يعني هوريها لك بالحب كده وبالمنطق، يعني بعد كده ايه نشوف يعني بالخطوات هتبقى عاملة ازاي. انت دلوقتي عندك هنا ادي الجهاز، الريزيستنس بتاعته مثلا 20 ohm، تمام. هنا بقى هتوصل شنط. طيب انت عايز تدرس العلاقة ما بين الرينج بتاع الاميتر، يعني ايه الاي توتال اللي حصلت هنا، ماشي. هنا هيبقى عندك مثلا نقول ان هي ب10 ohm، يعني احنا بنبدل الكبر بالايرون، فاحنا هنبدل حاجة صغيرة بحاجة كبيرة. ونقول الجهاز التاني هيبقى نفس الجهاز نفسه كجلفانو اللي هو 20 ohm، بس هغير الشنطة عشان انا بدرس الشنطة، يعني تغير الشنطة بالنسبة للرينج يعني اللي هي اي توتال يعني. هنا هقول مثلا ان انا هزود الريزيستنس هتبقى 20 ohm، تمام. يبقى انا من 10 بقيت 20، اللي هو من الكبر بقيت للايرون عشان الايرون اكبر، من الكبر بقيت للايرن عشان الايرن اكبر، حوط من الصغير بقيت للكبير، فدوت مثلا نقول ان الحته ديت هي الايرن وديت هي الكبر. طيب هنا هيبقى عندي هنا اعلى كارنت يقدر يستحمله الجهاز من هنا هيبقى اي جي. طيب هنا الريزيستنس نص الريزيستنس بتاعت ديت، هما متوصلين بارل فالفولت ثابت، فعشان يبقوا نفس الفولت يبقى هنا هيعدي 2 اي جي. طيب يبقى التوتال الاي توتال هتساوي 3 اي جي، 2 و1، يعني هنا هيدخل 2 وهنا هيدخل 1، هيتجمعوا هيبقوا 3، تبقى 3 اي جي. طيب بالنسبة بقى لما زودت الشنط ايه اللي حصل؟ هنا كان عندي اي جي برضو اعلى كارنت يستحمله الجهاز، هيعدي هنا كام عشان هما نفس الفولت ونفس الريزيستنس، فاكيد هيعدي نفس الكارنت اللي هو اي جي كمان، فالاي توتال هتبقى 2 من اي جي. طيب يبقى انا لما حولت من الكبر للايرن اللي حصل ان الرينج بتاعي قل، بقت بدل 3 بقت 2، فهي الاجابه هتبقى ديكريز. طيب بالقوانين بقى، بص يا سيدي، انت عندك قانون الشنط عباره عن ايه؟ الار اس بتساوي ار جي اي جي اي جي ار جي على اي ناقص اي جي. طيب الشنط ديت قلت، مع العلم ان اي جي وار جي دول حاجات ثابته، ده كده كونستانت ان هو ده اعلى كارنت بيستحمله الجهاز وده ريزيستنس الجهاز نفسه، فاكيد الحته ديت ادام هما سوري انا عليت الريزيستنس مش زودتها، يعني انا من الكبر بقيت في الايرن، هو تاني هي النيو هي الايرن، فانا عليت الريزيستنس. طيب ادام عليت الريزيستنس ودوت ثابت، يبقى اكيد دوت هو اللي حصل فيه تغيير، دول انفيرسلي مع بعض، يبقى لما الار اس هتزيد الاي ناقص اي جي دول هيقلوا. طيب نقول مثلا ارقام 9 وكان الاي جي مثلا بواحد هيساوي ايه؟ 8. طيب الرقم ده انت عارف ان طرحهم ده قل، يبقى مثلا بقى 7 مثلا، واي جي ده رقم ثابت اللي هو يعني كان واحد هيفضل واحد، يبقى الاي ديت حصل لها ايه؟ بقت 8 قلت، فالرينج قل، فهتبقى برضو ايه؟ بي. هنا بيقول لك ان انت عندك كارنت 2 امبير معدي في ريزيستور 5، حطينا عليه فولت ميتر الريزيستنس بتاعته 2000 عشان يقيس الفولتج يعني على الريزيستور ده، فبيقول لك ان هو عايز البرسنتج بتاعه الايرور في الريدنج، يعني ده طبعا غريب جدا يعني. السؤال دوت يعني انا فاكره، يعني ده كان جالنا في اول تاني بيجي زي اكيد مش في اول او ممكن في اول والله حياتي، بس الفولتميتر دوت يعني جهاز في الاول. المهم يعني ان هو سؤال محتاج شويه فهم كده، يعني انت عندك هنا اهو ريزيستور تمام ب5 اوم، هنا ماشي كارنت 2 امبير. طيب انت هتوصل فولت ميتر، هو هتوصله معاه بارل كده، الفولت ميتر دوت الريزيستنس بتاعته ب2000. طيب هو الكرنت دوت مش يعني هل هيدخل كله في ال5 اوم ديت؟ لا، هو الحقيقة ان هو هيدخل اغلبه، حتة كبيرة قوي منه هتدخل في ال5 اوم ديت عشان هي ريزيستنس صغيرة والريزيستنس اللي تحت كبير جدا، بس في جزء صغير كده هيمشي تحت. طيب انا دلوقتي عندي الفولتج اللي انا متوقعه المفروض يطلع بكام؟ ب2 في 5. طيب انا هقيس الفولتج اللي الفولتميتر هيقيسه لي ازاي بقى؟ ان انا اجيب الكرنت اللي ماشي هنا واضربه في الريزيستنس اللي هنا، فانا هقيس الفولتج اللي ايه اللي الفولتميتر ده قاسه لي فعلا،
وطبعا الكرنت ده هيبقى اقل شويه من الاثنين. فاحنا هنكتبها ازاي اقل من الاثنين ديت؟ ان هو مثلا 2 ناقص اي، اللي هو يعني في حته ما دخلتش فيه، الاثنين كلها دخلت ما عدا حته. طيب الحته دي راحت فين؟ راحت في الفولتميتر تحت، يبقى تحت دخل اي. طيب انا عايز دلوقتي، انا عندي الاثنين دول، الفولتميتر والريزيستور، الفولتميتر والريزيستور دول متوصلين بارلل طبعا، فليهم نفس الفولتج. فاقدر اقول ان 2 ناقص اي اللي هو الفولت بتاع اللي فوق، الكرنت بتاع اللي فوق في الريزيستنس بتاعت اللي فوق، في 5 هتساوي الاي ديت في 2000. حلو قوي. افك ديت هتبقى 10 ناقص 5 اي هتساوي 2000 اي. اجيب الخمسة دي بالبوستيف يبقى 2005 اي هتساوي 10. فكده الاي هتساوي 10 على 2005. يبقى انا حسبت الكرنت اللي دخل فيه الفولتج. طيب احسب بقى الفولتج اللي انا متوقع ان هو، يعني ان هو مش اللي انا متوقعه بقى، الفولتج اللي فعلا جالي ده هو الفولتج الحقيقي، يعني الجهاز قاسه فعلا، هيبقى ايه؟ الكرنت دوت اللي هو 2 ناقص اي في الريزيستنس اللي هي 5، واحط الاي ديت بالرقم بتاعها اللي هو 10 على 2005 على 2005، هيطلع لي الفولتج الحقيقي دوت ب 9.975. تمام. طيب دلوقتي البرسنتج بقى قيسها ازاي؟ البرسنتج هتساوي الفولت اللي طلع لي فعلا اللي هو 9.975 على الفولت اللي انا كنت متوقع ان هو يطلع لي اللي هو 10 على التوتال، واضربه في 100، فده كده هيطلع لي ايه؟ ب 99.75. طبعا انت هتقولوا بقى ايه ده غلط خالص، يعني دي اجابه مش موجوده في الاختيارات، عشان انا ما قلتلكش ببساطه شديده البرسنتج ديت اللي انا حسبتها دي برسنتج ايه؟ دي البرسنتج بتاعت الدقه بتاعته، هو ده اللي قاسه، فاهميني؟ لكن اللي ضاع بقى هتبقى 100 ناقص الشيء دوت اللي هي 99.75، ديت الايرور اللي حصل هيبقى 0.25. طب هل في قانون للايرور على طول؟ اه، بس هو قانون رخم. ان انا دلوقتي برسنتج الايرور هتساوي ايه؟ يعني انا هنا حللها لك باللوجيك كده، يعني هتساوي انا دلوقتي كان المفروض يطلع لي 100 صح؟ هنقص منها ال 9.975 اللي طلعت لي ديت عشان احسب ايه؟ الخساره او الايرور اللي حصل دوت كده، الماينس دوت ده عباره عن الايرور على التوتال اللي هو 100، قصدي 10، واضرب في 100 فيجيب لي برسنت اللي هي 0.25%. هي يعني، بس طبعا انا شايف ان يعني تحل الاول، شايف اللي هي بتاعت الفولتج الحقيقي على الفولتج المتوقع ديت احسن، يعني عشان مفهومك يعني، لكن انك تحسب الايرور على طول كده ممكن تتلخبط. يعني بص يا سيدي، هنا بيقول لك ان انت عندك جالفانو الريزيستنس بتاعته ب 10 اوم، فكده الار جي هتساوي 10 اوم. طيب السكيل بتاعه بيقيس بالملي امبير، احنا عايزين نحوله بشنط ان هو يقيس بالامبير، يعني هنعمل اميتر. طيب دلوقتي اول حاجه انا عايز اجيب الريشيو ما بين اي جي على اي، ديت اجيبها منين؟ هو كان بيقيس حاجه بالملي امبير، بقى يقيس حاجه بالامبير، فالامبير ديت هتتكنسل مع الامبير عشان اجيب الريشيو. يعني الريشيو عامه ما بيبقاش ليها ميجرنج يونت، يعني هتبقى لي الملي اللي هو ايه؟ 10 باور نيجاتيف 3. طيب يبقى كده اقدر اوصل ان الاي جي بتساوي 10 باور نيجاتيف 3 من الاي. حلو قوي. انا لما وصلت الريشيو ديت بعوض على طول في قانون الشنط. يعني قانون الشنط بقى كان بيقول لي ايه؟ ان الار اس بتساوي اي جي ار جي على اي ناقص اي جي. طيب هيساوي ايه الاي جي؟ هعوض بيها هنا هنا كده وبرده هنا مكان كل اي جي عشان اخلي الايكويشن كلها في اي عشان تتكنسل فوق وتحت. ماشي. يبقى الاي جي هتساوي ايه؟ 10 باور نيجاتيف 3 من الاي على تايمز الار جي، الار جي اللي هو مديها لك فوق اهيت ب 10 اهيت، على اي ناقص اي جي، هتبقى اي ناقص الاي جي قلنا هنشيلها هنحطها 10 باور نيجاتيف 3 من الاي. طيب شوف ده كده على الكالكوتر يطلع لك بكام، هي هتبقى 10 باور نيجاتيف 2 على 1 ناقص 10 باور نيجاتيف 3، هتطلع ب 0.01، هتبقى الإجابة بي. بص يا سيدي، أنا السؤال دوت يعني هو يبدو إن هو رخم، وبعد ما قريته هو يعني رخم فعلا. هنا بيقول لك، أو هقول لك يعني هو رخم في إيه دلوقتي. هنا بيقول لك إن أنت عندك أميتر، تمام، الريزيستنس بتاعته اسمها جي وبتتقاس بالأوم، الرينج بتاعه اسمه أي وبيتقاس بالأمبير. طيب الفاليو بتاعت الشنط اللي هوصلها عشان احول الاميتر دوت يبقى الرينج بتاعه ان اي،
مبدئيا الرموز دي رخمة قوي يعني، يعني الرموز ديت تلخبطك. بس يعني مبدئيا ال N ديت انت ممكن تفتكرها نانو، بس ده يعني تفكير بعيد عشان مفيش منطق في الدنيا بيقول ان انت عندك اميتر هتوصل بيه شنط الرينج بتاعه هيقل، بدل الرينج بتاعه هيقل بدل ما كان اي يبقى نانو اي. فده طبعا يعني doesn't make sense خالص يعني. طيب انا اطلع بقى الجيفن بتاعي ان انا دلوقتي هنا هو بيقول لك اميتر تمام، الريزيستنس بتاعته جي، يعني هي حاجه رخمه ان هو يقول على الجلفان واميتر يعني، بس عادي يعني هو يقدر يعمل كده فعلا. هو قصده ان اميتر وهحوله لاميتر ايه بيقيس رينج اكبر، فاكن يعني جلفانو بحوله لاميتر يعني ما فرقتش في حاجه، ما هو الجلفانو بيبقى بيقيس رينج قليل بحوله لاميتر بيقيس رينج اكبر، فده كانه جلفانو عادي خالص. فهنا الريزيستنس ديت هسميها ار جي هتساوي جي. طيب الكرنت دوت اعلى الرينج بتاعه اي، فدوت كده اعلى كرنت بيستحمله اللي هو اي جي هتساوي اي. طيب ايه بقى الشنط؟ هو عايز الشنط الار اس مش عارفها اللي تحوله ان هو يقيس ان ال، يعني رقم مضروب في ان اي، قصدي رقم مضروب في الاي. فدوت ايه يعني هو بقى يقدر يقيس الشيء دوت، يبقى دوت ايه الماكسيمم كارنت اللي هو اسمه اي يعني. بس هنا المشكله انك هتلاقي هنا اي وهنا اي، فيعني انا ممكن تسميها اي ماكسيمم مثلا عشان ممكن نرسمها هتتضح اكتر بكتير يعني. انا لما طلعت الجيفن كده اتلخبطت بصراحه. هنقول بص يا سيدي، هيبقى عندك ادي الجلفانو نرسمه ريزيستنس كده وحواليها دوري، الريزيستنس بتاعته اسمها جي، او ادي الاميتر يا سيدي الريزيستنس بتاعته اسمها جي، واعلى كارنت بيستحمله اسمه اي تمام. هوصل بيه شنط، انا ما اعرفش الشنط ديت الفاليو بتاعتها كام، ار اس ديت الشيء المجهول عندي ماشي. عرفت ان هو الرينج بتاع الجهاز الجديد دوت كده، الجهاز ده كده كله كده على بعضه بيقيس حاجه اسمها ان في اي. طيب انا هل من الرسمه ديت اقدر اطلع الار اس؟ اقدر طبعا. بص الار اس عباره عن ايه، عن اي جي ار جي على اي ناقص اي جي. طيب اعلى كارنت يقدر يستحمله الجهاز اللي فوق دوت قبل ما احوله لاميتر اكبر هيبقى الكارنت اللي هو اسمه اي، فهنا اسمه اي. طيب الريزيستنس بتاعته اسمها جي، فهحط جي على اي ناقص اي جي. طيب الاي ديت اللي هي ايه، اللي هي الماكسيمم كارنت اللي هو الجهاز بقى يقدر يقيسه، يعني ده كله كده على بعضه بيقدر يقيسه، فهي ايه الان في اي ديت، فهحطها ان في اي ناقص الاي جي اللي هي احنا قلنا ان هي اسمها هنا اي، يعني الاي جي ده الكرنت اللي يقدر يستحمله الجهاز ده، فهقوم حاططها باي. هل اقدر اشوف البتاع ده بيساوي كام؟ كنسل دي مع دي مع دي، هيتبقى لك جي على ان ناقص واحد، فتبقى الاجابه سي برضه ماشي.